والفائز بالمركز الاول في وزن 52 الملاكم التونسي محمد عزيز. مبروك يا محمد. عاشك، مبروك، عاشك، بارك فيك. جولات كانت صعبه؟ في منافسه قويه. منافسه رائعه وقويه، ما حقرتش المنافسه نتاعي، ما استسهلتش المباراه، حذرت كثير بفضل ربي سبحانه، بفضل الكوتش وليد، كوتش مراد، ونشكر اصحابي اللي شجعوني بالكدا، وهذا كل فضل ربي، الحمد لله يا رب. الحمد لله. محمد، الفترة الأخيرة بقى في منافسة شديدة ما بين مصر وتونس والمغرب، وارتقاء بمستوى الملاكمين العرب، ده بقى مخلي طعم آخر للمنافسة؟ إيه، منها أولا نذكر المنافسة تكون قوية، والمنافسة تكون على الميداليات والمراكز التتويج وبرجع حاجات. قول لي أهمية البطولة العربية بالنسبة لك يا محمد. عندها أهمية كبيرة بالنسبة لي أنا، خاطر أول مشاركة بالنسبة لي، ونقوم بتحضيرات الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله القادم أفضل. شايف إن الاحتكاك ما بين الدول العربية في بطولة عربية زي دي شيء مهم؟ بالطبع شيء مهم، منها على كما قلنا المراكز ورفع راية البلاد، وهذا ينتج احتكاك شديد. شايف ان الملاكمه في الدول العربيه لسه محتاجه لايه؟ نجم بنقولوا تحذيرات منها الدوليه، ونشوفوا معناها نحن نقولوا على ملاكمه اخر، كيف المدارس الكبرى، كوبا، المدرسه الروسيه الاوكرانيه، كثير من المدارس نكونوا نقتربوا من المستوى نتاعهم. في اللحظه دي مصطفى فهمي الملاكم المصري في وزن 56 اللي هو يفوز بالمركز الاول. مبروك يا مصطفى. الله يبارك في حضرتك. يعني المنافسه كانت صعبه وكانت قويه، يعني انا كنت شايف من بره وبتفرج منافسه قويه جدا. هي فعلا منافسه قويه، ومن اقوى الماتشات اللي لعبتها، واقوى ماتش لعبته امبارح اول امبارح مع البطل المغربي، وكان ماتش بالنسبه لي يعني في المتوسط مش صعب جدا، بلعب مع واحد فاهم ملاكمه، ان هو بيساعدني، ان بقى ماتش جميل اجمل من كده بكتير. انت برضه تعبت يا مصطفى قبل البطوله؟ احنا بقى لنا 3 سنين معسكرين، معسكر دائم. ثلاث طويله جدا جدا، من ايام منتخب من الناشئين لحد منتخب الشباب، والحمد لله تمرين اعداد كويس جدا، وقعدنا بقى لنا كده 3 اسابيع في المركز الاولمبي معسكر مغلق للاستعداد للبطوله العربيه، والبطوله دي بتاهلنا للبطوله الافريقيه لتاهيل الاولمبياد. يعني الاحتكاك ما بين الدول العربية وخاصة المستويات العربية كلها في الملاكمة ارتفعت، ده شيء مهم للملاكم المصري. طبعا بيساعدنا ان احنا نعمل اعداد كويس ومعسكرات خارجية، ان احنا نستفاد منهم وهم يستفادوا مننا، طبعا ان احنا بنتمرن تمرين جامد، وان هو الاعداد معاهم والاحتكاك معاهم بيساعدنا ان احنا نتأهل في الاولمبياد وبيخلي مستوانا كويس. طموحك يا مصطفى؟ طموحي الاولمبياد 2018 ان شاء الله في الارجنتين باذن الله. واظن ان الاولمبياد محتاجه اعداد من الثلاث سنين اللي فاتت. بقى لنا 3 سنين فعلا بنتعدل من دلوقتي. ما هو مش من دلوقتي فعلا، احنا بنعمل مباريات كل اسبوع او اسبوعين كده، بنعمل ماتشات وديه وتجارب وبطولات جمهوريه، والحمد لله وان شاء الله انا عسكر بره والاعداد هيبقى اقوى من كده ان شاء الله. Yeah.